بركه. الحمد لله انا خفيت، وهعمل لكم النهارده ايه، اول يوم اخش المطبخ هعمل اكله بسيطه كده خفيفه برضو، يعني ايه ما تعملش معايا مجهود. حبايبي هتعجبكم الوصفه، تعالوا نشوف. حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ انا ماما بركه، والله وحشتوني وحشتوني وحشتوني. انتوا عاملين ايه؟ احنا الحمد لله الحمد لله. ماما بركه اول يوم تنزل المطبخ وتعمل حاجه لحبايبها وتوريها في المطبخ من بعد ما كنت عيانه، والحمد لله ربنا جبر بخاطري وشال عني، وربنا يشفي كل مريض يا رب، محدش يعي ابدا يا رب. وبالصلاه على النبي بقى، النهارده هعمل ايه؟ يعني حاجه بسيطه برده، لسه ايه ما اتملكتش نفسي. هعمل سلطه خضراء اهيت بكل ما فيها بقى، ايه يعني تعوض بقى الحاجات اللي فيها دي. الجرجير اهوت، الخضره اهيت بالصلاه على النبي، دي السلطه الخضراء. النهارده بقى ماما بركه هتعمل ايه؟ اكله جنحه، اكله جنحه كده، ده بقى اهي هعملها، هتبلها واشويها في الشوايه بالصلاه على النبي. مقاديرها قطايه، بصلايه، قرن فلفل، فصين توم، ليمونه، ومعلقه بابريكا من اللي انا عاملاها، الخلطه اللي انا عاملاها فلفل على توم على ليمون على خل على ملح، ومعايا خل بالصلاه على النبي. هعمل رز بسمتي. هنا بقى توابل الجناحه، كركم، بابريكا، توابل فراخ، كاري، فلفل اسمر، ملح بشط. حبايبي هضرب القطايه والفلفل واوريكم هعمل ايه. طبعا حبايبي بعمل ايه بقى، انا بحب احط ايه بالصلاه على النبي مع الفراخ على طول، بحب احط ليمون عشان ايه ما الاقيش زفره في الفراخ، تملي يعني في يشتكوا له بقى الزفره وبتاع. الليمونه مع معلقه الخل ما بتخليش حاجه. انا غسله الليمونه وعصرتها هي، هحطها اهي. قرن الفلفل اهوت بالصلاه على النبي، والقطايه، البصله، الفصين التوم بالصلاه على النبي. الصلاه على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم. ما تطفي لما اضرب بس احط. بسم الله الرحمن الرحيم يا حبايبي، انا ضربت الخليط اهوت ما فضيتوش لسه، هحط الجناحه اهي بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي اهي. دي ايه هشويها في الشوايه بالصلاه على النبي. بعمل ايه بقى؟ التوابل اهي كلها اللي وريتها لك، ملح، فلفل اسمر، كاري، توابل فراخ، بالصلاه على النبي، كركم، وبابريكا. كنت ناسيه احط بصل بودر حبايبي، وتوم بودر، دول كنت ناسي احطهم في الطبق. بعمل ايه بقى بالصلاه على النبي؟ العجينه دي طبعا الدقه دي قطايه مع قرن فلفل مع بصله مع ليمونه مع بالصلاه على النبي فصين توم مع حبه خل مع ندعه ملح بالصلاه على النبي كده اهو. دي بعمل ايه بقى؟ بعمل التتبيله ديت كده وبحطها في التلاجه على ما اعمل السلطه بتاعتي واعمل الرز. احنا النهارده هنعمل رز بسمتي اهو كده اهو. دول هما طبعا ايه الخليط كله هو اتحطيته، معلقه دقه كمان هي من اللي انا عاملاها، يعني حتى توم بودر، حتى بصل بودر، حتى فلفل حراق، حتى توم، حتى توم فريش، حتى بصل فريش، وحتى توم بودر وبصل بودر وليمونه وقرن فلفل حراق، واللهم صل على النبي، قوطه وبصل وتوابلي بقى. هقلب الخليط واوريكي حبايبي بالصلاه على النبي. طبعا انا تبلت التتبيله اهي قدامكم، اهي ضربت الخليط كله قدامكم، بس انا بصراحه انا بحب اقلب بايديا، فقلبتها شويه بايديا كده ايه عشان كل الجناحه تشرب من الدقه اللي انا عاملاها دي. بقى احطها في الثلاجه ساعتين ثلاثه، لما بعملها من بالليل بيبقى احلى. هي طبيعي ده جناحه مش هتستحمل، بس انا هسيبها ساعتين، هجهز سلطتي واعمل الرز، واما اجي احطه في الفرن في الشوايه. حبايبي ماما بركه بتقول لكم وحشتوها، وهتعمل اكله بسيطه كده برده، انا لسه يعني ما نزلتش بطاقتي، هعمل اكله بسيطه اوريها لحبايبي، قلت اوريهم عشان ايه
حبايبي عمالين يسالوا عليا يقولوا خش المطبخ خش المطبخ. اي نعم طمنتهم على نفسي، بس بيقولوا لي لا احنا عايزين نشوفك في المطبخ. فهعمل اكله بسيطه كده حبايبي. ماما بركه بتسلم عليكم وبتقول لكم تابعوها بالصلاه على النبي. اكلتها خفيفه وبسيطه وحبايبي مع بعض. حبايبي بالصلاه على النبي، انا طبعا تبلت الجناحه وركنتها والسلطه بعمل فيها، بس قلت اعمل الرز الاول على ما الرز يستوي اكون عملت السلطه. الكركم، الرز، الزيت. تعالوا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي سمنه، حبه زيت. هنعمل النهارده رز بسمتي جنب الجناحه، هتبقى اكله حلوه برضه عند ماما بركه. وبعدين انا يعني ليا ده انا داخله في شهر اهو ما عملتش اكل. كنت بعمل خفيف خفيف كده يعني حاجات مسلوقه، شوربه خضار، لحمه مسلوقه، لحمه بلدي، فراخ بلدي، كنت بسلق بس كده. ايه مش بقدر ايه ان انا اقف اعمل وجبه يعني على البوتاجاز كامله. انا بقى النهارده قلت هعمل شويه جناحه كده خفاف محمرين، اعملهم في الفرن كده اشويهم في الشوايه، واعمل رز بسمتي بالصلاه على النبي. انا حطيت السمنه والزيت اهوت. ادي الرز. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. ادي الملح بالصلاه على النبي، ادي الكركم بالصلاه على النبي اهو. دي مقاديرنا النهارده بالصلاه على النبي اهوت. اعمل بقى ايه اهو، اعمل الرز، وعلى ما الرز يستوي هعمل سلطتي. وبعد ما اعمل السلطه بالصلاه على النبي هحط الجناحه في الشوايه، واما اجي احطها هوريها لكم. انا هعملها في الشوايه وهي نيه، انا مكبلاها دي هيجي تحتنا هي في الثلاجه، هطلعها احطها في الشوايه زي الفلفل المشويه كده، بس دي جناحه. يعني وجبه خفيفه النهارده عند ماما بركه، برضو لسه ايه ما رجعتش بطاقتي كلها، بس الحمد لله. الف حمد وشكر ليك يا رب. احنا في نعمه الحمد لله، واللي يجيبه ربنا زي العسل وحلو قوي بالصلاه على النبي. وهنا ماما بركه بتقول لحبايبها بالصلاه على النبي، انا هو الرز اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. انا عملت رز اهو، عبال ما يستوي هعمل السلطه، واخر حاجه الجناحه هزقها في الفرن قدام حبايبي. خليكم معايا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا هعمل ايه، هعمل جناحه في الفرن في الشوايه بتاعت ايه بتاعت الفرن. هعمل ايه بقى، انا طبعا متبلاها هي بالصلاه على النبي. شفتوا عامله ازاي بقى، شربت من التتبيله اهيت كده اهيت اهي. بصوا بالصلاه على النبي حاطه لها التوابل كلها، هتعجبكم. هروح عامله ازاي بالصلاه على النبي، هروح عامله كده كده اهو بالصلاه على النبي كده، واروح حاطه التاني بالصلاه على النبي كده بالصلاه على النبي. هحط الجناحه كلها، وقبل ما احطها في الشوايه هوريكم ماما بركه النهارده بتعمل جناحه مشويه في الفرن مع رز بسمتي مع سلطه خضراء. هتعجبكم وجبه حلوه خفيفه بالصلاه على النبي عند ماما بركه. حبايبي بالصلاه على النبي، انا حطيت الجناحه اهيت قدامكم اهي في في السير بتاع الشوايه بالصلاه على النبي. وتعالوا بقى ايه، شوف انا هعمل ايه بالصلاه على النبي. حبايبي انا طبعا حطيت ايه الجناحه اهيت في الشوايه، ولعت عليها الشوايه، انا متبلاها بس وحطها نيه. حبايبي اهيت هتشوي بقى، وهكون الرز اتعمل واعمل السلطه. طبعا انا حاطه دي تحتيها لو اي حاجه نزلت بالصف في الصينيه دي، ولو حبيت احط حبه صوص تانية عليها احط، بس انا الاول انا سايباها شغاله بالصلاه على النبي. وحبايبي اما تخلص هوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم، ماما بركه عملت الرز اهو، عملنا رز بسمتي اهو بالصلاه على النبي اهو، خلصته بالصلاه على النبي. السلطه عملتها اهيت وخلصتها بالصلاه على النبي، سلطه بلدي بتاعت ماما بركه بقى فيها كل حاجه عشان ايه يعني تغذينا.
احنا كنا عيانين، انا طبيعي كده كده بحب السلطه على طول، بس برضو احنا الواحد عيان بيبقى عايز الطبق ده فيه كل المحتويات اللي هي تخلي الواحد ايه يبقى عنده باور عنده نشاط. بالصلاه على النبي، انا خلصت الرز وادي السلطه، تعالى اوريكم الجناح جوه. اهيت الجناح اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. اهيت قدامكم بالصلاه على النبي، انا عامله جناحه مش فراخ، عامله جناحه مشويه بالصلاه على النبي قدامكم اهي جوه الفرن. هي كده خلصت، هطلع واوريكم الوجبه على الرخامه يا حبايبي، خليكم معايا. انا فضيت الرز وطلعت الجناحه اهي، هحط في طبق التقديم واوريكم حبايبي. حبايبي بالصلاه على النبي، اكله بسيطه كده ماما بركه عملتها النهارده. انا يعني برضو لسه ما استعدتش نشاطي، عملت سلطه خضراء بكل محتوياتها، عملت رز بسمتي، عملت جناحه مشويه في الفرن في الشوايه. هتعجبكم الطريقه بتاعت ماما بركه، وتعالوا كلوا مع ماما بركه حبايبي. وانا كده عملت وجبه خفيفه لسه برضو على قدي، وحبايبي اللي تعجبه وجبه ماما بركه يجي يتغدى معانا. وجبه بسيطه يجي يتغدى معانا، وبالهنا والشفا لينا وليكم، وبالصلاه على النبي. اللي تعجبه وجبه ماما بركه بعد ما قامت من العيايه يعمل لي لايك، دوروا على الجرس وهيكون ضاع، وانا غايبه كده يكون ضاع منكم الجرس، دوروا عليه فين واضربوا الجرس. اي حاجه ماما بركه تنزلها اجيكم على طول يا حبايبي. وبالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي، مستنياكم في الفيديو الجاي.